أخبار اليوم. بدأنا الاستثمار في السودان من 2009 ودخلنا كمساهمين مصريين في شركة أجروجيت، وهي شركة فيها مستثمرين مصريين ومستثمرين سودانيين ومستثمرين من السعودية، وأسسنا الشركة لتأسيس وإنشاء أول طريق بري هيربط إن شاء الله السودان بمصر بشكل مباشر غرب النيل. وهذا الطريق معمول مع الحكومة السودانية بنظام البي او تي، وتم تنفيذ الطريق بالفعل، والآن جاري العمل في تنفيذ الاستثمارات الأخرى المرافقة لمشروع الطريق، من بينها استثمار زراعي لمساحة 2 مليون فدان، استثمار في منطقة حرة للصناعة والتجارة ما بين مصر والسودان على الحدود المصرية السودانية، استثمار في مجال التعدين برضو في الولاية الشمالية، وهي الولاية الملاصقة للحدود المصرية على طول من الجانب السوداني. نرى أن بيئة الاستثمار في السودان بيئة متميزة جدا 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 للمستثمر المصري. دائما في القاهرة أو في مصر بنتحدث عن نظام الشباك الواحد في قانون الاستثمار، يتم عرضه، اللائحة ننتظرها، تملي فيه في مشاكل بالنسبة لقانون الشباك الواحد عندنا ما صدر شيء. هل هناك برضه نفس المشكلة؟ الحقيقة الموقف في السودان أنه في 2013 صدر قانون جديد للاستثمار هناك، حل مشاكل كتيرة جدا كانت موجودة بتقابلنا كمستثمرين في السودان من قبل كده، وحط الكثير من الامتيازات للاستثمار الخارجي في السودان، حط الكثير من إجراءات الحماية للمستثمر والرأس المال هناك. منظومة الشباك الواحد لا، هي لسه مش متطبقة هناك بشكل كافي، ولكن جاري العمل على تطبيقها حاليا. المشاكل الحقيقية اللي موجودة في السودان مش في الحصول على الموافقات الرسمية والحكومية وخلافه، لا دي بتخلص بسرعة الحقيقة، يعني على الرغم انها لسه مش الشباك الواحد، لكن المشاكل بتبقى بالأكتر في موضوع الأراضي والحصول على الأراضي الملائمة والمناسبة، الدراسات اللي المفروض تكون معمولة على المساحات الواسعة مش معمولة كفاية، هناك بعض المشاكل بتحصل ساعات مع الأهالي، حلها سهل وبسيط، لكن بتبقى من الحاجات اللي المستثمر لازم يبقى مدرك وواعي ليها من قبل ما يروح عشان يبقى عامل حسابه عليها. لو عقدنا مقارنة بين بيئة الاستثمار في مصر وفي السودان، أيهما تفضل؟ احنا طبعا بنشتغل في مصر وبنشتغل في السودان، استثماراتنا الاساسيه هنا في مصر في مجالات الزراعه، في مجالات الانتاج الحيواني، في مجالات التصنيع الطبي، في مجالات المقاولات، في مجالات التطوير العقاري، في مجالات تجهيز المستشفيات. بنشتغل في اكتر من مجال في مصر من سنه 81 كقطاع خاص في مصر. يعني بيئه الاستثمار في مصر متميزه عن بيئه الاستثمار في السودان في بعض الأمور طبعا، زي على سبيل المثال التمويل والمؤسسات البنكية. المؤسسات البنكية والمصرفية في مصر بتقدم خدمات للمستثمرين ممكن متقدمة أكتر شوية من المتاح في السودان، لكن كمان نقدر نقول أن في السودان في عملية التواصل مع الجهات الحكومية السودانية أكثر يسر وسهولة من التواصل مع الجهات الحكومية المصرية. هناك من السهل جدا ان حضرتك تاخد مشكلتك وتروح تقابل الوزير وتقعد على المكتب معاه وتخلص طلباتك وتاخد التوقيعات اللازمة وانت قاعد يمكن مرة او مرتين بالكتير. هنا طبعا لانه حجم المستثمرين وحجم الوزارات وحجم الانشطة يمكن يكون في مصر اكبر شوية من الموجود في السودان، فهذه العملية بتكون بتاخد مدة اطول وبتبقى اجراءاتها اكثر تعقيدا يعني. ففي مزايا هنا طبعا باعتبارنا اقدم في السوق المصري احنا مستفيدين منها، لكن متصور ان السودان كمان بتجري بسرعة في انها تطور من بيئة الاستثمار بتاعتها وبقت بيئة جاذبة. النهاردة السعودية بقت بتعمل استثمارات كبيرة جدا في السودان، الامارات بتعمل استثمارات كبيرة، البحرين بتعمل استثمارات كبيرة، الصين طبعا حدث ولا حرج، تركيا، الهند، كل دول موجودين في السودان النهاردة وبيستثمروا. بالعكس احنا بندعو المستثمرين المصريين ان هم ما يتأخروش عن الفرص اللي موجودة هناك في السودان، عشان مش بس المصلحة الاقتصادية الضيقة بتاعت الشركات ورأس المال وكده، وإنما المصلحة الأقوى اللي هي مصلحة البلدين والشعبين وكل العلاقات الاستراتيجية اللي ما بين البلدين.